قولان، منهم من يقول أنه إن إذا كان قدر قلتي أقل من قلتين فوقعت فيه نجاسة، إما أن تغير وصفا من أوصافه أو لا تغير. فمن العلماء قال من قال أنه إن لم تغيره فهو طاهر، وإذا غيرته فهو نجس. وقول آخر لا، أنه إذا وقعت في الماء الراكد الذي هو أقل من قلتين وقعت فيه نجاسة يتنجس مباشرة، سواء غيرت وصفا من أوصافه أو لم تغير وصفا من أوصافه، حتى ولو لم تغير وصفا من أوصافه. الآن مثلا الطوي البير ما راكد، الآبار مياه راكدة، ما تقروح إليه يعني ما تتقدر، نعم يعني تنزف أو أنها تضخ لكنها ما لا حركة متصلة مثل الفلج. فالماء الجاري هذا أو الماء البير طوي، الماء الطوي ماء البير إذا وقعت فيه نجاسة في البير نجاسة، فما حكم ماء هذا البير؟ العلماء يقسموا البير إلى أقسام، إما أن تكون طوي، البير معناها الطوي، تكون مستبحرة، معنى مستبحرة يعني مياهها كثيرة كأنها مثل البحر، المستبحرة يعني الماء فيها كثير، العين العيون اللي في البير ما شاء الله تتدفق بقوة وبسرعة، هذه معناها مستبحرة يعني من أجل ما تكون في البحر من كثرتها. وآبار أخرى غير مستبحرة يعني المياه فيها إيش قليلة، إذا المستبحرة المياه كثيرة، غير مستبحرة المياه قليلة. فما حكم هذه البير سواء كان كذا أو كذا إذا وقعت نجاسة فيها؟ علينا أولا أن نستخرج ما وقع فيها من النجس من النجاسة هذا الطول، يعني مثلا تردت شاه أو تكرم دجاجة أو سنور أي شيء من الحيوانات ومات، أولا حتى تطهر هذه قبل كل شيء نرفع نستخرج عين النجاسة، أول شيء نستخرج عين النجاسة، وبعد استخراج عين النجاسة تنزف 40 دلوا دلاء متوسطة لا هي كبيرة ولا هي صغيرة. أو مثلا الآن بالمضخات شغل المضخة يضخ منها الماء بمقدار الماء الكمية الماء المساوية للأربعين دلو، وإن كانت المياه قليلة تنزح كاملة. وبعضهم قالوا يعني يستخرج منها الموجود، مثلا استطعنا أن نستخرج 20 دلوا نستخرج 20 ونخليها تجمع الماء، يتجمع الماء مرة ثانية ونستخرج 10، وبعد وقت يتجمع الماء ونستخرج 5، وهكذا إلى نكمل 40 فتطهر. أما طبعا إذا كان طوي كبيرة كثير يعني نستخرج 40 في لحظة حتى بالمضخة، هذا بالنسبة للطوي.